استاذ حضرتك برضو يعني حاجتين. اولا الميموجرام المفروض نعمله ازاي وامتى وهل دوري؟ لان في ستات بتخاف تقول لك لا اخاف لحسن يطلع في حاجه، يعني في ناس بتخاف فعلا. وهل لازم من سن كام سنه؟ لان طبعا في سن ممنوع يتعمل فيه ميموجرام، وده حاجه دي حاجه. وايه الاعراض اللي تشككني؟ يعني ايه الاعراض اللي انا لما اشوفها واحس بيها اقول لا ده انا لازم فورا اعمل ميموجرام حالا واروح لدكتور، او يعني الجا لدكتور؟ احنا نحب نقسمهم لحاجتين، انا عندي اعراض ولا ما عنديش اعراض. ما عنديش اعراض وهو ده الاهم، اللي هو اسمه الاكتشاف المبكر. الاكتشاف المبكر بيختلف عن التشخيص المبكر، ان انا ما بشتكيش من حاجه، بستهدف فئه معينه من الناس. زي ما احنا قلنا ان احنا طبعا بتختلف من دوله الى دوله على حسب اعتبارات كتيره، لكن بوجه عام السيدات او البنات من سن ال 25 الى سن ال 40 بيكشفوا مره كل سنه الى 3 سنين. بدءا من سن ال 40 بيكشفوا مره كل سنه ويعملوا اشعه الماموجرام. في فروقات كتيرة بين الدول بتستهدف برامج مختلفة، وفي كمان الناس اللي عندهم تم تشخيص حد في العيلة بسرطان الثدي في سن صغير بشكل متكرر، ساعتها أنا بستهدفهم قبل أول حالة ظهرت في العيلة بعشر سنين. ممكن أحتاج أنواع تانية من الأشعات اللي هي زي أشعة الرنين، مش أشعة الماموجرام بس. فالحد الأدنى هو أشعة الماموجرام. أشعة الماموجرام مش مضرة ولا حاجة طالما أنا بعملها تحت إشراف طبي وبالشكل المطلوب، ويمكن هي دي أصبحت متاحة في مصر بشكل مجاني كمان في الحملات الكتيرة اللي هي موجودة في مصر. فهي ما بقاش في أي مبرر للناس إن هما ما يندرجوش في برامج الاكتشاف المبكر دي. يعني مش مضرة يا دكتور، أصل برضو البعض بيقول لك إيه، ما انصحش بيها قبل سنة الأربعين، ما انصحش بيها لو أنت مش مكتشفة حاجة، مفيش حاجة وجعاكي، مفيش، عارف البلدي يقول لك ايه، مفيش حيل، مفيش كلكوعة، مفيش بتاع، مفيش لون، ما انصحش بيها. يعني تلاقي الكلام ده من دكاترة اورام، يعني يقول لك لا لا ما انصحش بيها لو انت اصغر من 40، لا ما انصحش بيها لو مفيش حاجة، مفيش مؤشر، تعملي ليه ماموجرام وتعرضي نفسك لهذا الكم من الاشعاع. ده بيتقال كده. احنا ده مش من الناحيه العلميه مش دقيق قوي، بمعنى ان انا طول ما انا بعملها تحت اشراف طبي يبقى انا ما خافش من هذا الموضوع، وخصوصا من الأطباء المتخصصين. بمعنى أن أنا من سن الأربعين أنا بستهدف كل السيدات بأن هم يكشفوا مرة في السنة ويعملوا الأشعة. لو أنا بعملها بهذا الشكل يبقى ما فيش منها خطورة. وده حصل ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لأن ده حصل في آلاف الناس وأكتر، يعني مئات الآلاف. صحيح. من الناس على مستوى العالم. وإيه فايدته؟ فايدته أن أنا لو تم تشخيص المرض قبل النقطة اللي أنت بتقولي عليها، أن هو بقى عنده حيل، حاسس بحاجة، ده اللي هو اسمه الاكتشاف المبكر، يبقى انا باشفى بنسبه 98%. وهو ده اصلا فلسفه الاكتشاف المبكر، ان انا ما استناش ان يبقى عندي حاجه حاسس بيها. ليه؟ لان لو انا ابتديت استنى لما احس، ممكن ابقى في مراحل مختلفه. صح. شويه اتطلب علاجات مختلفه شويه حتى لو المرض ما خرجش من مكانه. لكن لو انا اكتشفت المرض قبل ما يوصل لمرحله ان انا اقدر اشوفه اكلينيكيا سواء بالكشف او بالاشعه، يبقى انا كده بستفيد باني باشفى بنسبه قد تصل الى 98%. Watch it.